السعوديه في بلادنا سعاده السيد محمد عيد البلوي ان البعد التاريخي شكل قاعده صلبه للعلاقات الاخويه التي تربط البلدين الشقيقين والتي اثمرت شراكه وتعاونا في مختلف المجالات وتطابق الرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك مشيرا إلى التطور الذي شهدته هذه العلاقات في ظل قيادة كل من رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وأضاف أن المملكة تنظر بإعجاب إلى ما حققته رؤية رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني من خلال برنامج تعهداته وترى فيه نقلة نوعية لمستقبل مشرف على طريق التقدم جرى الحفل بحضور وزير العدل السيد محمد محمود والشيخ والعبد الله بن بيه وزير الشؤون الخارجيه والتعاون وال...